وفقاً لبيانات التجارة الخارجية للصين الصادرة عن المصلحة العامة للجمارك، بلغت تجارة الصين الخارجية للسلع في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام أكثر من 20 تريليون يوان، وتراجعت بنسبة 0.6% على أساس سنوي ليتقلص الانخفاض باستمرار، مع أن التجارة الخارجية للصين آخذة في التحسن المتواصل، إلا أن الصدمات التي يتلقاها الاقتصاد العالمي الناجمة عن وباء كوفيد-19 كذلك في ازدياد. 1到8月份，我国出口首次实现了正增长，这主要得益于我国疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，内需保持回升势头，外需同步也有所改善。 على وجه التحديد، ارتفع حجم ونسبة الواردات والصادرات للتجارة العامة، ففي الأشهر الثمانية الأولى زادت الواردات والصادرات الصينية بنسبة 0.5%، ما يمثل 60.3% من إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين، وباتت الشركات الخاصة قوة مهمة للحفاظ على استقرار التجارة الخارجية، حيث تمثل الواردات والصادرات للشركات الخاصة 45.9% من إجمالي التجارة الخارجية للصين. في الأشهر الثمانية الأولى زادت تجارة الصين مع دول الآسيان والاتحاد الأوروبي واليابان، بينما انخفضت التجارة مع الولايات المتحدة بشكل طفيف. أما إجمالي التجارة مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق، فقد شكل 29.2% من إجمالي التجارة الخارجية للصين، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 这是一个非常来之不易的成就，这在全球都是非常少见的。这一方面稳定了外贸基本盘，增强了我们实现国内国际双循环相互促进的信心。另一方面呢，对于国际贸易的逐步复苏，对于全球价值链供应链的平稳运行，发挥了重要作用。